بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي جهاد محمد الحناوي من فلسطين من غزة. حضرنا إلى هذا المؤتمر والمحفل العلمي العظيم والذي حقيقة كان مميزا بفقراته وبضيوفه العلماء الجهابذة الذين يعني وجدنا منهم كل الخير وكل الاستماع. وقد كان مؤتمرا مميزا في أبحاثه وفي مضمونه وفي إعداداته، وكان لنا شرف عظيم أن نلتقي بإخوة وزملاء لنا من كافة الأقطار العالمية والدولية. وحقيقة لا يفوتنا في هذا المجال إلا أن نشكر كل من ساهم في هذا العمل، ونشكر منصة أريدو على رأسها المدير الدكتور سيف حفظه الله، وكل القائمين على هذا الجهد العظيم الذي حقيقة يعني يكتب بماء الذهب لما فيه من الفائدة العلمية والتطويرية على الصعيد النفسي وعلى الصعيد العلمي وعلى الصعيد الأكاديمي وعلى الصعيد الجامعي وغير ذلك من المحاور التي يستفيدها الباحث. ولذا أنصح كل الباحثين باغتنام مثل هذه الفرص واغتنام مثل هذه المحاور والمشاركة فيها قدر الإمكان حتى يستفيدوا علما وأدبا ودينا ودنيا وآخرة إن شاء الله تعالى. وشكرا لكم جميعا، حياكم الله.